قيل له: أريد أن أناظرك في الدين. فأجاب الحسن: أنا أعرف ديني، إذا ضاع منك فاخرج وابحث عنه. إن الحياة الدنيا 3 أيام، أمس ذهب بمكان، غد قد لا يصل أبدا، ولكن اليوم هو لك، فافعل ما يجب عليك فعله اليوم. يا ابن آدم، إن النفس أمارة بالسوء، فإن عصتك في الطاعة فعصها أنت في المعصية. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، وجعل شغله بما يؤذيه. إن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر عن معصية الله. تفقد الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة والقرآن والذكر، فإن وجدت ذلك فامضي وأبشر، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه. لو شاء الله عز وجل لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم، ولو شاء الله لجعلكم فقراء لا غني فيكم، ولكن ابتلى بعضكم ببعض لينظر كيف تعملون. إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار، فاعلم أنك محروم قد كبلتك الخطايا والذنوب يا ابن آدم. نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلتك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ما رأيت شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. يا ابن آدم، إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، إنك لن تربح مثلها أبدا. تواصلوا مع أصحابكم، فالصاحب الوفي مصباح مضيء، قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الحياة. احذر ممن نقل إليك حديث غيرك، فإنه سينقل إلى غيرك حديثك. لا يصح القول إلا بالعمل، ولا يصح القول والعمل إلا بالنية، ولا يصح القول والعمل والنية إلا بالسنة. ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي، حتى أنظر أعلى طاعة أم على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلي من اعتكاف 2 شهر. فمن نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فالقها في نحره. احذر 3 لا تمكن الشيطان فيها من نفسك: لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولا تدخل على السلطان ولو قلت آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، ولا تجلس إلى صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك ويفسد عليك دينك. استمتعوا بمحتوى رائع، ولا تنسوا أن تشاركونا آراءكم وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.